السلام عليكم. بداية الحلقة شوفوا يا هذي وتعرفون وين رايح انا. فجينا الفرات بعد تعرفون اليوم خميس فجينا العزيز. السلام عليكم. قواك الله. شلونك زين؟ حياك. شخبارك؟ عندك تراوي الحدث اللي صاير بالمحمية والكارثة اللي صارت. الكاميرا خلي الشيء. شوف. يعني البارحة شفت الفيديو مالتك هنا صايرة قبارة. متروسة دجاج ترس. صفن خمسة ولو مانا. ولو مانا. بالجدي طلعت هاي وفرخاتها. الحمد لله. وعندي فروجات فوق هم نزلتهم. ايه. ما ادري شنو اشوف. صاير مسنحة. على السياحين هذول. هاي هم يعني رايحة. ما انا اقول ترجعها الفرات. خاف ارجعها لنا. فرات هم حجوز حمل المرض. تعال لي لا تقولها. جا بعد انا ما عندي غيرها. هاي عيني. انا قلت له غلط انزلها. شوف شوف. ايه غلط انزلهن ام لايحن. انا قلت له اول ما جابهن قلت له شوف هسه كلهن مخنشرات فرات. مو مخنشرات وانما البق البق مشكله هنا مشكله مشكله اي مشكله. يعني دخنه هو يدخنه حتى دخن هسه دخن هنا ورا ساعه راح كل شيء يرجع جديد. ماكو فايده ماكو فايده تلقيح النخله اليوم تلقيح النخله انت تلقحها؟ اه يلا شغلك على هاي المحميه فرات شنو راح يصير افكار بيها هاي المحميه؟ انا ببالي فكره ايه؟ بس ما اعتقد هالصير هنا ليش المحميه صغيره الا وهي انه احتمال ارفع السقف بعد الحد شلون رباط هذا ايه الحد اللي هنا أنا. شي يكون النص يصير مفتوح يعني شمس تروح وتجي شجرتين ثلاثة. إلك نية تشتغل بيها؟ ايه لا لا شلون؟ إلك نية تطورها؟ ايه الحج هنا يعني الله يرحم الوالد يموت عليها شاب. يموت عليها. فأنا بعد شلون يعني ما يعني شلون ما اشتغل عليها؟ شفت؟ فهي هاي ذمة مثل ما تقول ظلت عندك هاي. فراح تطورها يعني للأزيد. تاليا الحبيبي. يلا تاليا. يا الله. يا الله قالت اتحداك والله اسمع اسمع تعال اسمع تالي يا الله اسمع يلا تالي يا الله يا هلا شلونك شلونك زين شو اخبارك؟ ان شاء الله حياك ويا مية هلا بيك اهلا وسهلا من جيت لنا بويتي؟ شلونك زين؟ كيف النخل جاب النخل يا ولد جاب النخل اجي 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 عندنا نخل يريد نلقحها بلا زحمة عليك يا والله ما الله يديك قد تاخذ خويا؟ والله خويا هاي غير؟ ايه 10 هذا المطلع مالي هذا أعطي خمسة وتوكل لا ما تسوى ستة لا ما تسوى ايش قد أعطي خمسة وربع خمسة وربع ثواب الحجي روح اصعد والله صعد 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 خويا لا تعوف لنا وحدة كلهن ها كلهن راح اذب مالي القلطة ايه القصة يعني هواي بيهن اه والله حتى رغبتها والجو راح تفشقها اي كلها فشقة ولا ها ليش غير تاخذها وياك؟ ها؟ لا لا ذبنها وايد فرات بس ما القلبه اي بس الفوق هذا المشجر ها؟ هوا اي شو ما تدوخ النخله تتحرك تتحرك تدوخ انزل انزل خلي على ما يوقف الهواء يلا واوع ها؟ تشرب راسي تونا ترجع؟ ها؟ لا اوقف جر تعبتي خطية تعبي قم بس خليني اجر نفس هاي كلاوات العيد وجاي يشوف شلون يصعد يا ولد خليه يصعد ويسيطر على روحه يلا صوركم جوز قدام الكاميرا ما يقدر جوز يستحي الولد اه بالله يلا هسه شلونك؟ شلونك زين؟ شلونك؟ شلون صوتك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله الله يحفظك الله يهديك هسه هذا يمكن يخلص باكر؟ نزل هم نزل شوفوا اه اقول لك مو يمك نخله فحل وهاي نثيه وغير على طريق الرياح يتلقح اللي جهوه هذه يسمونها هسه هاي الشرجيات ايه
يسمونه هواء الطلع. هواء الطلع. انت بعد من صعد فوق؟ بعد احنا تعودنا هاي اهاليتنا واحنا ايش لازم نتلقى. والله منا وش امر بي. لا بعد هاي الحجيه منا مسحاقه شادت تفوس. كل خمس سته شو اسمه علوم شادت. والبرحيه بعد مو وقتها هسه مو؟ كيف وقت؟ برحي؟ بس مو وقت هسه تلقحها. افضل نوعيه الغنامي هذا ساير. هالمره صعد يا الله سوي له حماس يلا ارام سوي لك شغله خي يصعد. ها 40,000 لايك ولك هاي معجزه ما صايره. 20 لايك ما جاي نوصل. والله ليش تسوي بعد شوف ينظف السعفات على مشير لا يأذني، وثانيا راح يصعد فوق السعفات، يحط رجلينه فوق السعفات هذني. أحلى لقطة هاي، من الكتاكيت يصعدون فوق أمهم ويطبون جوا أمهم بعض. أحلى لقطة هي هاي. ما شاء الله ما شاء الله. طلع. ما شاء الله. يا أخي والله العظيم فرات التفقيس بالجو الدجاجة أحسن من الفقاسة وأحلى من الفقاسة بألف مرة. والله العظيم ألف مرة أحلى. هسه أنا اليوم فقسن عندي أبو أوعلهن يا جمالهن يا جمالهن. هو كل شيء طبيعي يفقس. حلو. جو أمه شوف أمه شلون تعطيني فيه شلون. بس بعد إحنا هسه ويا عصر الحداثة. أي والله. لازم فقاسة ولازم شيء حتى. قول يا الله قول يا الله قول يا الله ما ضل شيء. اي شوفوا اي يا الله هسه الصورة الصحيحة اخوان. اي واحد يريد يلقح النخل مالته هذا رقم فرات قدامكم وتقدرون تتواصلون وياه والاستفسار. هذا رقم فرات وهذا المستشار الرسمي مالته تقدرون تتواصلون وياه. انا بخدمتهم بس خلي راسلوني. جزاكم الله خير. شوفوا هسه وين صعد بوعو. هسه هاي الصعدة الصحيحة. هسه من البداية وصعد هيك. وهسه ضد تفتر يعني انت؟ تفتر عليها. اها. او لحد ما تلوح. لحد ما تلوح. بعد احسن. تفتر لازم. نطلع هواي. نطلع كلش هواي خير وبركة. 30 ليش بالغالي راح اخفف. ايه. حتى الكاميرا تكبر. هي كل ما تشبع ماي تطلع هواي. اي بس شنو تتحوض وما ادري شنو. اي هنا انا في شابعه ماي. فراح تقصها هذه؟ هذا اللي بالقنبه راح اقصها. حتى مخلي بس الجو حتى من ينزل اللوحه. ها عاش تيدك. تواصل مع فرات الصياد بخصوص تلقيح النخل. ايه 0-10-10-10-20 ايه 30-40 حياكم الله يحييك. مو شو روحك والله ما ادري وياكن. ايه شو امس؟ ايه امس رحنا انا ورام للسوق اشترينا شنو؟ جبن والعرب. ايه والله اشترينا جبت هنا امي قلت شلون هذا الجبن بس ما ادري ما صخ ما ادري لا بعد 10 دقائق على الفطور. قلت ما صخ ما ادري لا زين يصير لك جبن بالطرف. والله ولو بلاك صايم انا زبيته. هاي بس عادي ماي مفطوره. زين هذا رزق عادي. هو رزق بس فراس صدق يعني ما يدري والله بعد شيء يعني ما صدق يبي. شوف هذا الزايد اللي جاي يذبي هاي راح يصير عليه حمل كلش قوي وراح حتى القضبه مالتها الراس مالتها ينعوج. وقاعد يصيح المورتن توفي بطبط. شوف اقول لك يا ولد اقول لك قبل كان برمضان الروح نحوي. شوف سبحان الله هسه يلا تذكرت من صعد فوق اقول هسه يمتي يطلع يمتي. شوف رمضان كنا كنت اروحه من القاع احوي انا واذبه بالسفره مات الفطور ونتفطر بي رطب. زين ايه هسه انت شنو تقول؟ ايه رمضان بالصيف. ايه ماشي حكي؟ ايه تحوي رطب وتجي بالسفره. بس سنين تفتر؟ زين واذا راح اعطيك بعد معلومه اقوى من هاي. شنو؟ راح يجي رمضان مرتين بسنه واحده. ها؟ رمضان من رمضان
يجي مرتين بسنة واحدة. سنة واحدة. اي. يجي قصدك يصير بالشهر اللي الشهر الواحد بشهر الواحد وبشهر 12 بسنة واحدة. بسنة واحدة. ندخل رمضان ينصوم مرة ثانية. نقول رمضان هذا رمضان 2024 رمضان الجاي 2024 صحيح؟ صحيح؟ صحيح. وكل ما يتأخر 11 يوم. يوم النوب الكامل الكامل ظل يشلعها الكامل الكامل لا تعوج القضبه مالتها هو على مود همين الرطبه تكبر والرطبه تكبر اي وسرعة عافية اللي هذا كله بقليل شنو؟ ما ادري شنو المهم يا ولد شلونك زين؟ شلونك؟ شلونك؟ دير بالك على النخله يا دير بالك على النخله ما ضل شيء ما ضل شيء ان شاء الله خلص خلص افتر منها كبلش هو اكثر منا هاي اخر فره إلي يمكن ويخلص بعد قضت والله قضاها والله قضاها يقول الحمد لله وشكر والله يا ولد احس بيها مخنشرات شوفوا طلعوا لو زينات لا زينات ما ادري لها مخنشرات لا لا ما بيها شيء ما بيشي شين أخبار البيض نعم 2 4 5 ماكو إنه 5 دجاجات والله بس أنا قاعد باوع لك قاعد أشد بيهن لقحها وشدها ليش؟ أنا أسوي هاي قدامك إيه؟ على مود لأن مو هواء فاللقاح يطيح إيه؟ بس كون المشاهد جاي يسمع اي يبقى لحد ما هي تكبر وحدها ينقطع اه على مود لا يطيح اللقاح من عندها يعني هاي شدتك على مود اللقاح لا يطيح هاي اللقاح من شدته بهذا الشكل هيك ايه هسه هاي اجيبها نفتحها حطها بالنص وراح اشدها خذ لي خوصه منها هو ولو هي تتلقح حسه فوري هي شغلتها تتلقح من الجو لكن حتى تضمن 100% انها هي ملقحه خلص النخله شوفوا خلصها وبعدها بعدها بقابل قابل للقص بعد بعد شوف هذا كله ما ينذب شوفوا هذا ما ينذب هذا نحط بالماي ونشرب من عنده ماي لقاح هو هذا الماي اللقاح هذا راح تذبه؟ لا لا شو تسوي به؟ هذا ماي لقاح الفحل الريحه مالته والنكهه بالماي يصير اقوى من النثي عجيب ذاك سبحان الله بالحب يخلونه ايه؟ بالحب هذا الفطار قول يا الله بعد انزل اريد اروح السياج ما جاي له واحد قواك الله يا بطل قواك الله الله يعطيك العافية بسم الله الرحمن الرحيم من قال كرشم كرشم ماكو هنا أنا فرخات ما ادري الى فرات شنو هذا؟ ريشه الى نزرقهن او شيء هنا هم فرخات عندي ما يبينن كيف سماكو كل شيء ماكو كل شيء ماكو ذيك المحمية ايه نار عيشها مدري من براحتهن هاملكم فرات هاملكم على هاي المحمية ما ملكم كلش كل شيء ماكو احداث ماكو يبا هنا اربع بيضات مالت الفاخذ وهنا ما شاء الله ما شاء الله
حتى على سطحي. قعدنا. يا الله. انت من ما يقولي. لك 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 لك. مساكم الله بالخير. فرات اريدك تحكي لي تالي. تقدر هسه بالليل؟ تقدر بالليل يعني؟ ايه عادي. ها. بالله حكي. هسه ارام يقول لا ما يقدر وما تحكي بالليل بس بالنهار. من الساعه حكيت انا بالنهار حكيت. شو تقول ماكو؟ ها؟ لا تغلس، لا تسكت. مو مشغول. قلت لي انت ما تحكي بالليل. اي ما تحكي. تتحداني؟ وظل ما يلا فعلا. يا الله 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 ما اتفقنا هيك. احنا ما اتفقنا هيك. اسكت انت بس قلت مالك علاقه. اسكت يلا فنهت. يا الله يا الله يا الله يا الله شلون هيك يعني؟ انت لو تنسحب من التحدي، انت لو تنسحب من التحدي لو تسكت ما تحكي. اسف لا تحكي. يلا اي اسكت انت تحكي. اسف لا تحكي. صار كم ساعه اي والله العظيم. ها ها وين يلا وين ولا غيرك؟ لا والله يلا يلا خلنا نحكي. يلا يا الله يا الله يا الله ساعتين المقطع ما حاشي. يلا 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 بس اسكت اسكت اسكت. يا الله يا الله يا الله يا الله. خسرنا بالتحدي. لا لا مو هي بعد طباقات فبعد مو طباقات. هذا ما يخليك تحكي. انت اسكت اسكت لا تحكي ولا كل اسكت كلش كلش. يلا يا الله 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 يا الله. مدري ايش بعد الحضر يقعد وياه. شوف اقول ايش بيها ايش بيها منه الزوج. لا 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 انا راح ابوع عليه. يا الله يا الله يا الله. شفت ذاك؟ يا الله يا الله. ها ها يا راح تحكي. لا هي ما راح تحكي. يلا شفتوا؟ ها شفتوا؟ ها شفتوا؟ يلا حكي 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 حكي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا تحكي ترى بس ما مفهوم. ما تحكي. يا الله 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 ولك يا الله. ها انت ليش فرحان؟ انت ليش فرحان؟ فزت شوف فاز ولك يا الله. لطوش هذا والله لطوش. ايه ايه يا الله 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 اللهم تقبل طاعته. اللهم شوف هذا شلون قمزها بعض. شفت شفت شلون قمزها. اوقف يا الفاز ولك خاطر الوادي بكلها بس احكي. يا الفاز يا الله يا الفاز يا الله يا الله يا الله. شوف وانت ما فشلتيني. والله يا الله يا الله حجي خلص التحدي. لا حتى جتت خمس دقائق هسه اربع دقائق و11 ثانيه. انت طلت خمس دقائق. اقول لك تعد اربع دقائق خمس دقائق. يلا كمل الحين خمس دقائق. هسه دخلت بنزار بعد ما تسكت. اسكت اسكت ماكو حجي. يا الله يا الله يا الله حبوبي. يا الله لا هي دخلت بنزار بعد انتهت. والله شوف بعض. يلا شماته شماته شفتوا؟ يا رب حق هذه الليله المباركه انزل صاعقه على البيت. شوف يا فرات بعد مصر يحكي تاليه. ها
شو طبعا عندي هاي بالنسبة لي فزت بالتحدي. لا لا مو هسه انت قلت اجت انا تحديتوني هي بالقفص قلت لهم ما تحكي يلا صح ولا مو صح؟ لا لا هسه بعد انتهت والله هسه يعني هسه حاليا هي راح تبدي تشتغل ما تثبت بمكان واحد اي ما لي علاقة والحل الحل حجي ما تقدر لازم قبابي تستقر تتعب يلا بس طبعا أسأل. انا راح اغامر بيها وهذا الفيديو خلي تشوفونه بقناتي اللي هو اخذها بمكان بستان واطيرها طيران حر اشوف تعب الوقت اللي ربيتها بيه راح ترجع لي لو راح تقول لي باي باي ولو تحدي صعب هذا يعني وحده من الاثنين يا اما تروح يا اما ترجع شنو فكرة هذه؟ فكرة هذا التحدي اجعلي خوينا عندي حلقة ذيك المرة كنت مطلعها برا واصور بيها وطارت فلما طارت راحت بعدين الناس كلها تدور عليها تصيح عليها ما تجي قالوني بهذا المكان صاحي بها اخوي رحت انا اليوم صورها ونزل يوم نزلت عليه كلش بس تالية اجت قبل نزلت عليه وكضيتها فاجيت لعلي قلت له علي ارداخ في تالية وطيرها بستان واشوفها ترجع لو ما ترجع ان اجت علي فهاي الطيره بطلت وان راحت فالله وياها لانه ما يريدني ما اريده فهاي هي فكره التحدي هو رافض يعني رافض رفض رهيب ليش؟ لان الطيره مو يعني كان يعتز بها الوالد الله يرحمه يجي هنا لي الله يرحمه يجيب القبابي يقعد يوكل بها فهو يقول لي فرق عسى انت بالله تحديك راحت شلون بالله انه ابونا يزعل علينا؟ قلت له لا انا هاي الطائره ربيتها بيدي من هي وصغيره واثق من عجل واثق من عجل يعني هسه تباوع هاي فتح الواد كلها انا راح امشي هسه راح تجي وراها لا اجت على ارام هي اجت على ارام هو مورتن عافي شو رجعت لي؟ لا لا هاي جاي زين بس والله لا مالي لا طلعها تالي تالي ها لا 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 تلو تلو زين راح تغامر بهاي فرات اغامر العب جول وهو كان مغامره فرات بقناته راح تصير هاي يابا يا ابوي يعني شلون اقول لك مغامرة قوية بيها كلش قوية تالية واسم صارت تالية اليوم اي ولوب يعني خلينا نقول مثل الطيارة اللي كان يحبها الوالد بالمناسبة المينا من صنف الغربان فلذلك طير ذكي كلش طير ذكي كلش ذكي ويحب راعية فقط راعية فقط فقط اي ما يحب اثنين لا 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 ولا يتعلم عند اثنين ولا يتعلم عند واحد فقط واحد فقط يعني حالة كاسكو حالة كاسكو كاسكو شايف ستة بارحة كنا نتخابر أنا وياك ايش قلت لي قلت لي إذا ربيت أنت الكاسكو إذا غبت عنه فترة طويلة راح يدخل حالة نفسية ويموت يموت هو هاي. شوف عمره أطول من عمر الإنسان هو كاسكو يعرفون كل هذا يعرفون شنو قاعد تشي يربون الكاسكو الكاسكو عمره أطول من عمر الإنسان بس شغلة واحدة هسه أنت ربيت لك كاسكو وبعته راح تصير بيه حالة نفسية إذا كان متعلق بيك متعلق بيك حالة نفسية حالة نفسية يتأثر الطير ويموت هذا سبب موته فكاسكو إلا تربي أنت ما تبيعه بعد ولا تقدر تبيعه بس تالي ما تهيش ولا تشتري تالي حتى لا كبير تالي حتى لا بيحة دروع ولا كأنما ولا كأنما بس ما تتعلم على ال يعني ما تتعلم وتطيع مثل ما تطيع تعال تالي تعال ها انتو شمات انتو هاد لا زي انتو هاد باعوا لهذا انت شامت مو شامت فزت علي فزت علي قولي يا الله قولي تحدي خمس دقائق ماك بعد راح تحدي خلص والله الى قاعد تسي الله ما لي غرض تعال 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 هنا هم لموا وبنوا شوف 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 هم لموا وبنوا هنا هاي الورده للصناعيه لخالها وجوام فرخات تزريق انا مزرق جوام بوع المكان بوع الطبيعه بوع مكان الطبيعه سبحان الله بنقالي مو تعدي حايز مو تعدي حايز
أربعة. شفت إيش قد؟ أربعة. كل عش لو كان بعشرة بنغالي عشرة كم يزقون هذا الفرق. سبحان الله. أكو جواهم هاي فراخي. هاي شفتهم الساعة صورتهم. صورتهم؟ هاي صورتهم. هذول هم أكو أفراخي. هاي بس طلع من عند الفنجل استوى. ها؟ طلع من عند هذا. فرخات البنغالي لبيتهم هنا. جو الفناجز. جو الفناجز. يعني هذا ما يزقان. ما يزقان. وفرخات الفناجز دبيتن جو البنغالي. البنغالي يزق. يعني طاير الزين خليته جو البنغالي. والبنغالي يعني مو فتشي لكن هو يعني رهيب بالتحضين بالزاق بالهاي فلذلك إحنا بنربيه. بينما هو سعره 10,000. 10,000 ما له قيمة هو. أشوف شيء غريب أنا. الجاوة أنت مطيرة بقى. الجاوة دولي مخاليف. المذبوح. المذبوح الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. يحب تنويع هنا بالمحمية. ما عنده مشكلة إذا كانت الطيور تنتج أو ما تنتج. أقول له يبا المذبوح هذا المذبوح. ما يصير ينطلق هنا. قال ها هذا خاش بابا. أجي بالليل يريد يشوف ألوان يريد يشوف مدري شو. فلذلك أنا هاي المحمية راح أسوي بيها طفرات. لطيور نادرة غنيمة من جماعة الفينشات للطيور. شوف المتابعين إيش قد بنيت محمية كبيرة وطبيعية ذيش المحمية. إيش قد بنيت كبرها بنيتها. كبيرة. ما يحبونها مثل ما يحبون هاي المحمية. جيه روح الوالد بيها. روح الوالد وتعلموا عليك من خلال هاي المحمية. يقولون بسودة خلي يقولون. لا حشاش. دخلوا بحالة نفسية بس والله يا أخوان أنا متأكد هسه ليلة جمعة. تونا خلصنا قراية وثواب. متأكد أنا هسه الوالد قاعد هنا أنا ويانا في المحمية. صحيح. الليلة ليلة الجمعة. الليلة ليلة الجمعة. يا الله. ما تحكي. يا الله. لا ما تحكي. طب أجي الصوت. أصوات حزينة أنت ما تعرف. عدتها أصوات حلوة. تخبل. روح قول. يا الله. يلا ولد تحكي خلنا نسكت ذاك الزلمه. يا الله ما جبان اليوم. يا الله جبانه بس تغريد وطقطقه الساعه صورتها قالت يا الله. تحكي اي لكن ذا شوف يعني هواي ناس. يا الله تتكبر تامر. يا الله انت قاعد على راسه وما تحكين. يا الله هسه لاحظنا هذيك البزونه شوفوها طير من الطيور وقف وين فوق هنا ابو هسه هذا الازرق فوقه وقف وقف حتى السيم خرب لنا من قد ما طق بالسيم طقت بالسيم وهجمت عليه من على الطير. تعالي ايش راح تسوي؟ خليك هنا ايش راح تسوي؟ راح اخرعها مثل ما تخرع الطيور. راح يخرع شوف شلون هدت شلون مدت ايده عليهم بعض على بعض. تعال بعيونه بعيونه لا تن انا راح ادق راح شو اسمه اطقن بصفها. ايه هسه غير كل واحد يحترم نفسه. ديش بعيونه شلون بينه واضحه عندكم واضحه قاعد تشوفوها. اي دي بع شلون تتحسر الطير وقف هنا فوق. بعولها شردت فرات. هاي لازم تسوي لها حل. انت الفوق هاي لازم تسوي لها حل. انت مني اغطيها بشي اغطيها بش اسمه نايلون او فتشادر هيش على ود احجب الرؤية عنه. يعني انت ما انتبه عليها هاتشي؟ لا منتبه بس يعني ما شوف فيه الاذية بس انه انت ما شوفيت استوك صار هذا السحبي. هي السحبة ترى تسحب الطير تقضى. سحبة شلون ما سحبة بس قلت يعني ما صار عندي حادثة وياهم. عاد أكون السدة. السدة. إن شاء الله. شو قلوا له خي سدة قلوا لي أنا ما يدري هو لا حد نقص بالطيور وما عنده ما يدري. سدة. قبل لا ننهي الفيديو ونروح للبيت. فرات انطاني تقريبا 150 بيضة تقريبا ما سمان قبل فترة خذيت من عنده طلعن كلهن في حلة
وثانيا هو ما راح يدخل الفقاس هسه حاليا. اي وعندي وجبه قويه. عنده وجبه قويه قال لي محمود اخذهن وياك وجزاك الله خير. تستاهل يا حبيبي. تسلم يا ورد. ونقول والى هنا يا حبايب القلب نكون وصلنا وياكم الى حلقتنا مال هذا اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء ولا تنسون ان الله يكفينا شر بنيادم. اودعناكم.